السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، يا أهلا وسهلا بكم في درس جديد على الفوتوشوب. هذا الدرس راح نستفيد منه في تعديل الصور بطريقة احترافية من خلال عدة إضافات راح نحصل عليها بشكل مجاني. إذا تابعت الفيديو للنهاية راح تحصل على أكثر من 10 إضافات على الفوتوشوب لتعديل الصور وتنعيم البشرة وتصحيح الأخطاء على البشرة والصور بطريقة احترافية زي الاستديوهات الكبيرة، ونحصل على صور صافية وذات جودة وكواليتي عالية. عشان نتعرف على هذه الإضافات وكيف نثبتها بشكل مجاني وكيف نستخدمها على برنامج الفوتوشوب، خليكم معي لنهاية الفيديو. يلا بينا نبدأ بعد الفاصل. يا حياكم الله من جديد، يا أهلا وسهلا بكم. 10 إضافات راح نقدر نستخدمهم في تعديل الصور بطرق احترافية على برنامج الفوتوشوب. لو أروح الآن على ويندو، من ويندو أروح على اكستنشن، ألاقي عندي عدة إضافات أنا مثبتها مسبقا واستخدمها في تعديل الصور للاشخاص المهتمين في التصوير الشخصي في الاستديوهات الكبيره، في تعديل صور دعوات الزواج والاعراس. فاكيد راح يستخدمون ويحتاجون هذه الاضافات لانها راح تعطيهم جوده عاليه وتعطيهم لمسات احترافيه لاي صوره، وتصحح الاخطاء الموجوده في الصوره، اخطاء الاضاءه، اخطاء جهه الاضاءه، اخطاء البشره، الاخطاء الموجوده في الالوان، الصفره الزائده في الالوان، البهوته الزائده في الالوان، تصحيح نعومه البشره، اضافه مسام البشرة. كل هذه الإضافات راح تساعدك بشكل كبير في أدوات، وفيها كل إضافة فيها عدة أدوات تساعدك في تصحيح أشياء معينة في الصورة. وأروح الآن على أول إضافة، بيوتيفاي. لو أضغط عليها ضغطة زر واحدة راح تظهر عندي بهذا المكان. لاحظ عندي هذا المكان، هذه موجودة هنا، رجعها هنا راح تظهر عندي بهذا المكان. تمام، الآن راح أضيف الإضافة الثانية اللي هي اسمها إضافة بيوتي الإصدار الثاني. هذه الإضافة راح أحطها بهذا المكان عشان نرتبهم مع بعض ونتعرف عليهم. هذه إصدار ثاني وهذه إصدار الأول، إصدارين من بيوتي، إصدار ثاني وإصدار أول. راح نشوف إيش الفروقات بين كل إضافة وإضافة وكيف راح نستخدمهم مع بعض على برنامج الفوتوشوب. الإضافة الثانية هي بيوتي روتش، هذه الإضافة الثالثة أو الرابعة، هذه هي اللون الأزرق. هذه إضافة جدا مميزة تعطينا أشياء رهيبة على برنامج الفوتوشوب في تعديل الصور. الإضافة نروح على الإضافة الخامسة، الإضافة الخامسة هي بيكسل جيجلر V2، هذه إضافة مميزة جدا تصحح أي خطأ عندنا على الصور في برنامج الفوتوشوب. الإضافة السادسة هي برو ورك، نستفيد منها في تعديل، فيها عدة أدوات كثيرة، نقدر نحدد البشرة ونسوي ماسك ونضيف فيها أشياء كثيرة للصور، فوتو الستريشن. هذه إضافة يعني تساعدك في تحسين البشرة، في تصحيح الأخطاء الموجودة في العينين، في إزالة الظل الموجود تحت العينين بسبب الإضاءة، في إزالة احمرار العينين، في إزالة الصفرة، في إزالة النويز. ففيها أشياء كثيرة جدا جدا نقدر نستفيد منها في تعديل الصور على برنامج الفوتوشوب. إضافة لاحظ فيها عدة أدوات وأشياء كثيرة كثيرة، وتحتاج دروس مفصلة عشان نشرح هذه الأداة وكيف راح نستفيد منها. خلونا نتعرف على أول إضافة اللي هي بيوتيفاي، فيها عدة أقسام وفيها عدة أدوات تقدر من خلالها تضبط الصورة على برنامج الفوتوشوب. مثلا نحتاج أضيف سكان للبشرة وأزيل الحدة عن صورتي بهذا الشكل. الآن راح يسوي لي طبقات مباشرة، بدل ما أنا راح أسوي طبقات عن طريق الفوتوشوب، هذا بضغطة زر واحدة على الأداة هذه راح يفتح لك طبقات مخصصة تقدر تستخدمها في تنعيم البشرة، وتستخدم من خلالها أداة البرش وتنعم البشرة بطريقة احترافية. طبعا فيها عدة أدوات لتنعيم البشرة، لتصحيح البشرة، لإزالة لتبييض العيون، لسلكت سكان تحديد البشرة، سكان بلور، وايت سكان تبييض البشرة. كل هذه الأدوات تساعدك في تحسين الصور على برنامج الفوتوشوب. لو نروح الآن مع بعض شوف الآن كيف راح نستخدم هذه الأداة. الآن فتح لي طبقة، لاحظ اليسار هنا، اليفوق اليمين طبقة، وأقدر أستخدمها الآن من خلال البرش. البرش عندي صغيرة، أقدر الآن أشوف كيف راح تكون النتائج. لو الآن أقلب الماسك، كنترول دي، أقلب الماسك من هنا، لاحظ أعطاني نعومة. طبعا تقدر تتحكم في النعومة، هو معطيني الآن 50%، لو أزيدها الآن لاحظ مستوى النعومة زاد عندي بهذا الشكل. فتحصلون على نتائج جيدة من خلال هذه الأداة في تنعيم البشرة بهذا الشكل. لاحظ ما أعطاني نعومة يعني ما هي يعني واضحة، لكن النعومة تكون
متناسقة مع لون البشرة، متناسقة مع اللي أنت شغال عليه، فتحسن لك الوضع بشكل كبير جدا، وراح نشوف قبل وبعد النتائج. لاحظ معي، يعطيه نعومة رائعة جدا، بحيث أنه حصل نتائج غير ملحوظة إنها معدلة يعني في فوتوشوب. خليها مثلا 50% مثل ما هي كانت، لو طفي وشغل بعد وقبل، لاحظ معي الفروقات، فهي تضيف لك نعومة البشرة. أنا ما راح أشرح بشكل تفصيلي للأداة، لكن أشرح لك رؤوس أقلام، وأنت تقدر تجربها بطريقتك على برنامج فوتوشوب كيف راح تستفيد منها. لو روح اللي بعده، هاي شاربينز، حدة عالية للصورة. لاحظ معي زاد الحدة، زيدها أكثر راح يزيد الحدة أكثر، زيدها أكثر راح يزيد الحدة أكثر. هاي تستفيد منها في بعض الصور، يعني إذا كنت أنت عايز تزيد دقة الصورة مع إضافة أشياء معينة للصورة. يعني زاد لي الحدة لدرجة كبيرة، تخففها، يزيد لك يزيد المسام في البشرة، ويزيد لك يزيد الحدة فيها للصورة. نفسها نفس أدوات الفوتوشوب. طبعا عندك فوق تقسيمات أخرى، هذا مثلا هذا القسم تقدر تضيف مثلا ريد كولورز للبشرة، ألوان خاصة في البشرة، عندك فلاتر زي هذه الفلاتر اللي نشوفها مع بعض، مشمس، فيعطيك عدة فلاتر تقدر تتحكم فيها وتلعب في الإعدادات حقتها عشان تحصل على نتيجة معينة. تمام، سوفت مثلا يعطيك هنا بلور للبشرة، مثلا عايز تسوي بلور، هنا يسوي لك بلور تمام في الصورة، يعني يضيف لك زي الإضاءة. شوف مع بعض، أضاف الإضاءة من فوق. خلينا نروح الأداة اللي بعدها، اللي هي نفس الأداة لكن إصدار ثاني، بيوتيفاي إصدار ثاني. هذه فيها أضافة وفيها عدة أشياء خاصة في تعديل الصور، منها تعديل الألوان، منها تعديل الصورة، منها المود، منها أشياء كثيرة تقدر تتحكم فيها. مثلا المود، أحب آخر مود معين، مثلا المود للصورة، هذا المود مثلا هذا، ففي كثير من المود اللي أنت تشتغل عليه تختاره من خلال هذه الأداة. مثلا عندك مود ثاني، هذا المود سموثينج، يعني يعطيك أشياء جاهزة للبشرة تطبقها. شوف لاحظ معي، فأنت تقدر تطبقها على بشكل مباشر على الصورة تتحكم فيه. نروح على اللي بعده، اكسترا. اكسترا هنا تزيل النويز وتزيد الحدة والكونتراست، تتحكم فيه من خلال هذه الإضافة زي ما شرحنا قبل شوي، يعني نفس الإضافة بس قسموها بطريقة يعني أكثر تخصيص. مثل الروتش هنا تتحكم في البشرة وبلور البشرة زي الأدوات اللي قبل شوي، وفي مناطق الإضاءة كلها زي اللي قبلها لكن مقسمة بطريقة أفضل، يعني تعديل الصور. لو شوف الفرشة هذه، طبعا تتحكم في ألوانها وتتحكم في أشكالها، مثل هذا الفرشة يعني جميلة. هذا بشكل عام عن إضافة بيوتي فيل. نروح الإضافة اللي بعدها، اللي هي روتشي بي 10. هذه إضافة راح تستفيد منها بعد في أشياء كثيرة على الفوتوشوب وتعديل الصور على الفوتوشوب. مثلا عندنا تقسيمات من فوق، هنا تقسيم نضيف إضاءة. لاحظ معي، فتح لي قسم الإضاءة، فأنت تستفيد منها بأشياء معينة. هذا بشكل عام عن إضافة موا روتش، تقدر تجربونها في الصور عندكم. نروح الإضافة اللي بعدها، إضافة روتش أكاديمي. هذه فيها تقسيمات كثيرة وفيها أشياء حلوة البشرة. لو أروح الآن على هذا الإعداد اللي نقدر نستخدمه في إضافة بلور للبشرة، مثلا هذا الإعداد راح يضيف لي بلور للبشرة، تتحكم في البلور معينة، يعني ما راح استخدمه. تمام، طيب هنا عندنا إضافات كثيرة، ما خليها تجربون انتم مع بعض عشان ما أطول بالفيديو أكثر. نروح على الإضافة اللي بعدها، الإضافة اللي بعدها هي بيكسلز، بيكسلز أكاديمي، روتش أكاديمي. هذه مميزة بعد، تقدر تستخدمها في تصحيح وإضافة أشياء خاصة في البشرة، تكبير حجم الصورة، أمج سايز مثلا يكبر لك حجم الصورة، الحجم كبير.
هنا يعطيك أدوات كثيرة خاصة في مثلا layers، هنا تحت طبقة البشرة، اللايرات يتحكم بأشياء معينة، RGB تلصيق الصورة، يعني يعطيك أشياء وأدوات ممكن تستفيد منها في تعديل الصور. لو راح على الأداة اللي بعدها اللي هي تعتبر فيها أكثر من قسم، Workflow X، يعني تعتبر أداة مميزة فيها أدوات كثيرة تحسن من خلالها الصورة على برنامج الفوتوشوب. هذه الأداة تساعدك بشكل كبير في تحسين البشرة، في إضافة ألوان معينة، في تعديل الصور، وتحتاج طبعا درس مخصص لهذه الأداة عشان أشرح كل تفاصيل الأدوات الموجودة فيها. وهنا الأداة الأخيرة، طبعا هذه الأداة تعتبر اختصارات لأدوات الفوتوشوب، يعني تساعدك في تحديد البشرة. طبعا أصدقائي، عشان تثبتوا مع بعض على الفوتوشوب، راح تدخلون على الرابط اترك لكم في وصف الفيديو، راح تنزلون الإضافات بهذا الشكل، يجيكم ملف مضغوط، راح تفكون من الضغط بهذا الشكل. طبعا راح تكون مقفلين برنامج الفوتوشوب أهم شيء. بعد راح تفكون الضغط عن الملف اللي نزلته من رابط التنزيل، راح تظهر عندكم عدة إضافات في هذا الشكل اسمها إضافات الفوتوشوب. تمام، راح تلقون عدة إضافات بهذا الشكل، كلها أخذ لها كنترول سي أو أخذ لها نسخ من هذا المكان. ناخذ النسخ، بعدين نروح على جهاز الكمبيوتر. من جهاز الكمبيوتر نروح على السي، نفسي اروح على ملفات البرامج اللي هي هذه الملفات، البرامج اسم ملفات البرامج حسب الجهاز اللي عندك. بعدين تروح على اول خيار، لا ما تروح على اول خيار، تروح على خامس خيار اللي هو كومن فايلز، مباشرة تضغط عليها ضغطة راح تفتح لك هذه الخيارات. تروح على اول خيار ادوبي، تروح على بعده على سابع خيار اللي هو سي اي بي، هذا الخيار ركز عليه، ركز معي شوي. بعدين تروح على خيار اكستنشنز، بعدين تفتح هذا الخيار، بعدين تلصق الاضافات اللي انت جبتها ونسختها بهذا الشكل، تعطيهم إذن المسؤول تنفيذ هذا الإجراء لكل العناصر. بعدين راح يبدأ ينسخ الإضافات كلها. بعدها راح نشوف الخطوة كيف نشغلها على برنامج الفوتوشوب. لاحظ معي، أضفت كل الإضافات اللي كنت أنا شغال معكم فيها على الفوتوشوب. تمام، أقفل هذا الخيار أو المجلد، أروح أفتح الفوتوشوب عشان أشوفها اشتغلت معه. طبعا بعد ما تفتحون الفوتوشوب راح تلاقون الإضافات كلها تشتغل معكم ببساطة من خلال خيار اكستنشن. اروح افتح الصورة اللي كنت شغال عليها انا، من خلال اكستنشن اروح على الاضافات، الاقي كل الاضافات اللي انا حددتها موجودة عندي. وعشان تضيفونها في هذه القائمة بس تضغطون على ضغطة واحدة، زر واحدة بهذا المكان، تسحبونها وتضيفونها بهذه الخانة بهذا الشكل، وترتبونها حسب انتو الخياركم حسب استخدامكم للاضافات. تمام، بهذا الشكل فتحصلون كل الاضافات موجودة عندكم بهذا الشكل. وإذا عجبكم الدرس يا أصدقائي، وعجبكم هذا المحتوى المفيد اللي تساعدكم بشكل كبير في تحسين الصور، في تعديل الصور على برنامج فوتوشوب، لا تبخل علي في لايك وشير ومشاركة هذا المحتوى مع أصدقائك المهتمين بهذا المجال عشان يستفيد الكل. تحصل على ملفات التثبيت، روح على وصف الفيديو تلاقي رابط، ادخل عليه، نزل الملفات واتبع الطريقة اللي أنا شرحتها قبل شوي. وللمزيد تلاقي في وصف الفيديو الكثير من الجروبات الخاصة في أدوات التصوير والمونتاج والذكاء الصناعي، ادخل فيها راح تستفيد منها في أشياء كثيرة في مهاراتك أو تخصصاتك. وعشان تستفيد أكثر يا صديقي، اشترك في القناة وفعل زر الجرس إذا أنت مفعله. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.